أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة وأبدأها بالعناوين الشرق الأوسط الحراك العراقي واصل احتجاجاته وينقلها إلى المنطقة الخضراء أخبار الخليج البحرينية طبخة الغرف السرية تستنسخ تجربة الحوثيين لتطبيقها في العراق وفي تقرير للقدس العربي تنقله عن مجلة بوليتيكو الأمريكية هل ستكون الأوبئة مستقبل الشرق الأوسط من المقالات يكتب أثير الجاسور في المدى العراقيه مجتمع ما بعد الحرب التاثر للتاثير ويتساءل محمد عاكف في البيان الاماراتيه هل يستطيع العراق الخروج من عباءه ايران فاصل قصير وتاتيكم التفاصيل اهلا بكم من جديد نبدا من الشرق الاوسط وعنوان الحراك العراقي يواصل احتجاجاته وينقلها الى المنطقه الخضراء ففي الوقت الذي كان فيه اعضاء البرلمان مجتمعين للتصويت على الكابينه الوزاريه الجديده لعلاوي ردد الحراك هتافات رافضه ومندده بالسلطه واحزابها وكان الهدف من التظاهر في الخضراء هو تذكير السلطه واحزابها بعزم المحتجين على الاستمرار مهما كلف الامر وأن ما تقوم به قوى السلطة ليس محل ترحيب من المواطنين العراقيين. في العربي الجديد اللندنية ردود فعل سياسية متباينة تجاه اعتذار علاوي. وفي هذا السياق يقول الخبير في الشؤون السياسية والأمنية العراقية هشام الهاشمي إن ساحات التظاهر هي الركن القوي والنقي الذي ينبغي أن يأوي له رئيس الوزراء عند الاصلاح ومكافحه الفساد، وان البرلمان يفشل للمره الثانيه في عقد جلسه منح الثقه لحكومه علاوي وذلك بسبب خلافات سياسيه عميقه. اما العرب اللندنيه فتعنون اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومه يربك المشهد السياسي العراقي وتؤكد الصحيفه بالقول هذه الخطوه تعمق ازمه سياسيه في البلاد التي تعاني من تداعيات احتجاجات حاشده ومشاحنات سياسيه متواصله، وسيكون لرئيس الجمهوريه هذه المره الحق الدستوري في فرض مرشح جديد لتشكيل الحكومه، وسيكون من بين المرشحين رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي وفقا لمصادر سياسيه. اخبار الخليج البحرينيه عنوان: طبخة الغرف السرية تستنسخ تجربة الحوثيين لتطبيقها في العراق، حيث يتم تداول طبخة تم إنضاجها في الغرف السرية، تقضي بمنح مقتدى الصدر الصلاحية والدعم الكامل من إيران لإزاحة القوى السياسية والسيطرة على مؤسسات الدولة التنفيذية. وبحسب الخطة السرية التي أشرف عليها محمد كوثراني مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني فإن رؤية المرشد الإيراني تقضي باستنساخ تجربة الحوثيين في اليمن للسيطرة على مؤسسات الدولة العراقية بقوة السلاح. وإلى صحيفة المراقب العراقي أموال عراقية مكدسة في البنك الفيدرالي وأمريكا تستخدمها كورقة ضغط، تقول الصحيفة: السياسه الماليه للدوله العراقيه ما زالت فوضويه ولا تعتمد على اسس علميه نتيجه الفساد والهدر المالي وضعف الاجهزه الرقابيه بكافه عناوينها في متابعه ملفات الجرائم الاقتصاديه وقد دخل الامريكان على مسار لعبه الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وارغم الحكومات العراقيه السابقه على استثمار اكثر من 33 مليار دولار في سندات الخزانه الامريكيه. وفي تقرير للقدس العربي تنقله عن مجله بوليتيكو الامريكيه هل ستكون الاوبئه مستقبل الشرق الاوسط؟ من اهم ما جاء في هذا التقرير: الدول غير الفعاله هي الاكثر عرضه في النظام البيئي الجديد لانتشار الاوبئه وفي منطقه الشرق الاوسط ستبقى السلع تتدفق ما دامت هناك حاجه للنفط لانه بالامكان اداره قطاع النفط والغاز باقل عدد من الناس المحميين بشكل جيد ويرى التقرير ان ترنيمه العولمه القائله اننا نعيش في عالم يصغر طوال الوقت ولكن ماذا لو كان المستقبل قد تقلص ففي الوقت الذي تصبح فيه الاوبئه خاصيه سائده للنظام العالمي فإن التمدد قصير الأمد سيكون مهدداً بالانتهاء. أما الآن فننقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير. مرحبا بكم إلى زاوية مقالات يكتب جمال جصاني في الصباح الجديد العراقية أحزاب الانتخابات المبكرة يقول جصاني حتى هذه اللحظة وبالرغم من ماراثون الاحتجاجات المتواصلة منذ خمسة أشهر في بغداد ومناطق وسط وجنوب العراق ما زالت خارطة الأحزاب والكيانات السياسية لم تشهد أي تغيير جدي كما أن التشريعات الخاصة بالانتخابات والتغييرات على المفوضية المستقلة للانتخابات وغير ذلك من الترميمات لن تشكل أي تهديد جدي لخارطة نفوذ الإقطاعيات السياسية المهيمنة على المشهد الراهن ويكتب أثير الجاسور في المدى العراقية مجتمع ما بعد الحرب التأثر للتأثير يقول الجاسور السلطة السياسية تعمل على ترسيخ وجودها ضمن الدولة غير آبهة بالنتائج وهي بعيده عن مطالب وتاييدات المجتمع فالقوى القابضه على السلطه في حاله صراع مستمر من اجل اثبات الايديولوجيا التي تتبناها والسيطره على المشهد بكل تجلياته وهذه الافكار والايديولوجيات تجعل المشهد عرضه للتدخلات الخارجيه وهو مستمر بالتاثر ولا يستطيع التاثير مما يجعله نظاما ضعيفا لا يستطيع التكيف مع الأزمات ولا يستطيع طرح الحلول أخيرا يتساءل محمد عاكف في البيان الإماراتية هل يستطيع العراق الخروج من عباءة إيران يقول عاكف هناك أزمتان رئيسيتان شخصتهما انتفاضة تشرين بدقة ووعي أولاهما انهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ التغيير في عام 2003 وثانيهما نفوذ ايران وهيمنه الميليشيات المواليه لها على مفاتيح العمليه السياسيه والازمتان مرتبطتان ببعضهما بعضا فالاتيان بطبقه سياسيه تحظى بالشرعيه لا يتاتى ما لم يحاصر النفوذ الايراني ويحجم دوره فقد اصبحت ايران عنصرا سلبيا واحد الثوابت التي تتحكم في معادلات التوازن المختله لتديم اختلالها. مشاهدينا سيكون معنا في حوار اسبوع الصحافه الدكتور صباح علو الكاتب والمحلل السياسي يسرنا تفضلكم بالبقاء معنا اهلا بكم مشاهدينا الى حوار اسبوع الصحافه يسرني ان ارحب بضيفي في الاستوديو الدكتور صباح الله الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك دكتور صباح اهلا معنا. ومرحبا بكم اهلا بك دكتور دعنا نبدا من صحيفه الشرق الاوسط عنوان الحراك العراقي يواصل احتجاجاته وينقلها الى المنطقه الخضراء يقول الخبر في الوقت الذي كان فيه اعضاء البرلمان مجتمعين للتصويت على كابينه علاوي ردد الحراك هتافات رافضة ومنددة بالسلطة وأحزابها وتذكير السلطة وأحزابها بعزم المحتجين على الاستمرار مهما كلف الأمر وأن ما تقوم به قوى السلطة هو ليس محل ترحيب من المواطنين العراقيين إذا الاحتجاجات وصلت إلى الخضراء ما هي الرسالة برأيك؟ حقيقة الرسالة واضحة من منذ واحد عشرة ولغاية اليوم أو لغاية وصول الحراك إلى داخل قبه البرلمان او الى خارج الى داخل المنطقه الخضراء حيث الشعار الجوهري والاساسي يؤكد على تغيير العمليه السياسيه وبنفس الوقت الرفض الواضح لكل الاحزاب التي فشلت منذ 2003 ولغايه الان وهذا لن يتم حقيقه الا بإجراءات اجراءات اولا انتخابات مبكره وقانون انتخابي شفاف يعطي الامكانيه لمساهمه المواطن العراقي بثقله وبامكانياته م. للمجيء بقوى جديده تعمل وتؤمن بما ينشد له الشارع العراقي في عمليه التغيير. نعم. العربيه الجديده اللندنيه عنونت ردود فعل سياسيه متباينه تجاه اعتذار علاوي ما تقييمك لردود الأفعال هذه ولماذا يفشل البرلمان للمرة الثانية في تمرير حكومة علاوي حقيقة الصراع الدائر في العملية السياسية ومكوناتها واضح المعالم ليس الآن وإنما منذ انتخابات 2018 ومساهمة ما لا يقل عن 20% أو أقل <applause> من الناخبين العراقيين دليل على ان هناك فشل في الحكومه التي جاءت بعادل عبد المهدي ولذلك نلاحظ عمليه السقوط عادل عبد المهدي بهذه السرعه نتيجه ضغط الشارع وضعت العمليه السياسيه نفسها في قفص لا تستطيع الخروج منه لعدم امتلاكهم اي امكانيه في التغيير لمطالب الشارع الاساسيه، ولذلك نلاحظ مجيء طرحت كثيرا من الشخصيات ليس فقط محمد علاوي ولكن مجيء محمد علاوي حقيقه يمتلك شيئين م. الشيء الجوهري والاساسي في عمليه الاختيار لوزرائه حاول ان يكون بعيدا عن المحاصصه ولذلك ثارت ثائره القوى السياسيه بمجملها حتى التي اتت به بصراحه تخلى جزء منهم عن عمليه دفع الثقه او اعطاء الثقه في الاجتماعين اللذين للبرلمان الذي ادت الى للتصويت. عدم اكتمال إيه للتصويت عدم اكتمال النصاب نا. لذلك حتى الاشخاص الذين جاءوا به نا. حقيقه لا يمتلكون امكانيه المجيء بشخص اخر نا. حيث هناك حاله توافقيه للقوى السياسيه نتيجه ضغط الشارع ايضا يعني عودا الى المحاصصه العوده الى المحاصصه لا شك في ذلك وهذا ما سيسعى اليه رئيس الجمهوريه حاليا هو في حاله من الحرج الكبير جدا دكتور ايضا عنوان العرب اللندنيه اعتذار علاوي عن تشكيل حكومه يربك المشهد السياسي العراقي ما هي التداعيات المستقبليه برايك؟ المشهد السياسي مرتبك ليس الان وانما منذ 2003 ولغايه الان الديمقراطيه التي جاء بها الدستور تتراجع يوما بعد اخر مم. نتيجه اول جانب اساسي ان الاحزاب الحاكمه لا تمتلك امكانيه التغيير مم. نحو الافضل مم. في مساله الحريات في مساله توفير الخدمات في مساله بناء اقتصاد سليم وصحيح مم. وانما جاءت فقط لعمليه استئثار بالثروات استئثار بالمناصب استئثار بعمليات الضغط لترويج مفاهيمها فقط وهذا يشكل حقيقة إمكانية ثورة الشارع العراقي وبدأت من واحد عشرة ولغاية الآن ولذلك نلاحظهم حاليا في حالة ليس من الصراع وإنما من الحرج الكبير جدا لأن استقالة عبد محمد علاوي وامتناعه عن الاستمرار في الترشح دليل دليل على فشل القوى السياسية أن تأتي بشخصية تتمكن من ارضاء الشارع وبنفس الوقت تحقيق مطالب القوى السياسيه الفاشله في اداره العراق. نعم، دكتور ماذا عن الشخصيه المقترحه الجديده مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، ماذا عنه؟ هناك بصراحه اعلام من اجل تحسين وجهه امام الجمهور واعطائه الامكانيه في اداره الدوله كعنصر نزيه وكعنصر جيد في اداره المخابرات وطرح كثيرا من المفاهيم انه نحن نعمل كقوه بصمت بعيدا عن المؤثرات السياسيه والضغوط وغيرها، ولكن في اعتقادي حاليا الموظفين البسيطين المدنيين لا يرشحون للعمل والمناصب إلا من خلال القوى السياسية المتحكمة في إدارة هذه فكيف بجهاز أمني كبير جدا ومهم كالمخابرات أن يكون بعيدا عن التأثير السياسي هذا بصراحة من الصعب جدا أن يتم ترشيحه وقبول الشارع وخاصة الشارع يتلقى حاله من حالات العنف المختلفه بعمليات القتل او عمليات الخطف طيب. وغيرها ومن المفترض ان يكون مدير المخابرات داعما للدستور وراعي لحمايه الحريات الموجوده كي يكون مؤهلا لاداره الدوله. دكتور في صحيفه اخبار الخليج البحرينيه هناك عنوان طبخة الغرف السرية تستنسخ تجربة الحوثيين لتطبيقها في العراق. الصحيفة تقول بحسب الخطة السرية التي اشرف عليها محمد كوثراني مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني فإن رؤية المرشد الإيراني تقضي باستنساخ تجربة الحوثيين في اليمن للسيطرة على مؤسسات الدولة العراقية بقوة السلاح. برأيك هل ذلك وارد مستقبلا؟ لا شك في ذلك طموح أه الإدارة الإيرانية بالتأكيد أن تعمل على استنساخ التجربة سواء في إيران أو التجربة في اليمن لمسك مسك إدارات السلطة ومفاصلها بيد القوى التي تحمل السلاح ليس القوى السياسية المجرده من السلاح وانما القوى السياسيه الحامله للسلاح والتي تمتلك الولاء الكامل لايران تحاول ان تمسك زمام الامور وتضع كل شكل من اشكال القوانين والممارسات السياسيه وغيرها تحت برنامجها وصولا الى ما يسمى بالحرس الثوري العراقي او غيره لاداره الدوله وهذا يشكل خطرا كبيرا على امكانيه ان يقوم الجيش والاجهزه الامنيه بمهامها الحقيقيه ولذلك نلاحظ ان قوى الحشد والميليشيات الخارجة عن القانون وغيرها تمارس ممارسات خارج القانون إنه. وقد تكون أقوى في بعض المواقف من الجيش الذي يعتبر هو الجوهر الأساس في حماية القانون وحماية الدستور نعم دكتور أيضا تقرير في صحيفة القدس العربي تنقله عن مجلة بوليتيكو الأمريكية هل ستكون الأوبئة مستقبل الشرق الأوسط؟ والقصد هنا بفيروس كورونا وهل ستصبح الأوبئة خاصية سائدة للنظام العالمي لو بدأنا من العراق سجلت حالة وفاة جديدة في السليمانية لرجل يبلغ من العمر سبعين عاما الحدود كما نعلم مفتوحة مع إيران الخطر جاء من إيران والحكومة في العراق لم تتحرك لحد الآن في إغلاق الحدود بينما البلد الموبوء الصين سحب جميع رعاياه من إيران بماذا تفسر ذلك؟ حقيقة أن المستقبل القادم أو الأيام التي نعيشها في الظرف الحالي بوجود كورونا نعم. المنطقة العربية بشكل أو بآخر نسبيا أنها بيئة خصبة لتنامي مثل هكذا أو ككورونا أو غيرها ولكن نتيجة لي ان النظم العربيه بشكل عام لم تعطي الامكانيه لبناء بنيه تحتيه سليمه تعمل على تحصين شعوبها من وجود هكذا اوبئه ومن المحتمل ان تحصل عمليات تسريب كثيرا من الاوبئه لأهداف سياسيه او اهداف اقتصاديه هذا ايضا محتمل وارد مثل ما حصل في مساله وجود القاعده وكذلك ايضا داعش وغيرها وانتشار الميليشيات وانتشار السلاح اذا نحن بيئه خصبه للعب حقيقه بكل مكونات المنطقه وتركيبتها السياسية ونظمها ولذلك نلاحظ ما نعيشه خلال الفترة العشرين سنة الماضية حاله من حالات التردي نتيجه لبيئه خصبه للتقبل لهكذا برامج اللي ادت الى عمليه الحروب الطائفيه والاثنيه والق ووجود الارهاب بشكل او باخر، كذلك ايضا نحن بيئه خصبه لان الاهتمام بالمواطن حقيقه ضعيف جدا والعمل على تحقيق مبدا المواطنه في حفظ الدولة للرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها، ولذلك نلاحظ ما جاءت به الصحيفة حقيقة قد يكون هو من الاوبئة التي قد تنتشر بشكل سريع جدا في منطقة الشرق الاوسط. نعم دكتور وماذا عن الحدود المفتوحة مع ايران؟ بالتاكيد بصراحه ما زال لغايه الان سياسيون لم يتخذوا الاجراءات الحقيقيه وهناك بحوث ودراسات ان الوباء كورونا في ايران وكذلك ايضا في ايطاليا وكذلك ايضا في الصين هو متواجد نتيجه للبيئه وليس عمليات انتقال وهناك دراسات تؤكد على ان الوباء الموجود والمنتشر في ايران قد قد لا تكون هذه الارقام حقيقيه، بل لذلك نلاحظ جميع الداخلين من العراقيين الى ايران عودتهم بصراحه مدى تكون هناك حاله من حالات الكنترول ال... العالي سواء في المعابر آه دكتور في زاويه مقالات يتساءل محمد عاكف في صحيفه البيان الاماراتيه: هل يستطيع العراق الخروج من عباءه ايران؟ ويضيف بالقول: أصبحت إيران عنصر سلبي وأحد الثوابت التي تتحكم في معادلات التوازن المختله لتديم اختلالها. برأيك كيف يستطيع العراق الخروج من القبضه الإيرانيه؟ حقيقه الخروج من القبضه الإيرانيه يحتاج من الوقت والطاقه والإمكانيات ووجود قوى قوى نزيهه تعمل على إداره العراق. لا. وتعمل على تطبيق القانون يعني لا. هو محمد علاوي بصراحة لا. الذي رفضه كان يمتلك أكثر من خمسين بالمئة من صفاته في مسألة الالتزام بالقانون لا. وهذا يعمل على الحاد من حالة العنف انتشار السلاح تقويض العناصر الخارجة عن القانون لو, لو،, لو استلم رئاسة الوزراء ولكن الضغوط السياسيه التي وضعت على محمد علاوي وستوضع على من سياتي حقيقه او يتم ترشيحه ولو في اعتقادي لن يتمكنوا من ترشيح شخصيه تستطيع قبول الشارع وكذلك ايضا تقبل بها القوى السياسيه هذا سيؤدي حقيقه الى تمكن القوى التي تمتلك الولاء لايران ان تاتي بالشخصيه المفروضه بقوه السلاح ولذلك نلاحظ حزب الله يحاول دائما في العراق التهديد وغيره، لاحظ ولذلك من الصعب جدا حقيقه الخروج من قبضه ايران الا بوجود عنصر في اداره الدوله يمتلك الامكانيه في تطبيق القانون و كذلك ايضا تطبيق الدستور. نعم، دكتور قبل الختام نعم. هناك مقال في صحيفه الصباح الجديد العراقيه لجمال جصاني نعم. احزاب الانتخابات المبكره. يرى الكاتب ان خارطه نفوذ الاقطاعيات السياسيه ما زالت مهيمنه نعم. على المشهد الراهن، هذه الاحزاب الفاشله المدوره في كل مرحله، ماذا تنتظر برايك؟ بصراحه يجب ان تكون هناك ضغوط. ضغوط على كل القوى السياسيه وخاصه الضغوط على من يضع ويعتمد قانون الانتخاب حقيقه وتحديد موعده بحيث تكون يعني بنسبه شفافه الاستعانه بالامم المتحده الاستعانه بالدول الحره والديمقراطيه كي تعطي الامكانيه لوصول عناصر جيده يتمكن من خلالها أن يكون هناك عملية تغيير في العراق وفك القبضة الحديدية باستخدام السلاح لإيران على إدارة الدولة نعم إذا بهذا نختم أشكرك دكتور صباح شكرا جزيلا الله. على هذا اللقاء حياكم الله مشاهدينا كان معنا الدكتور صباح اللو الكاتب والمحلل السياسي إلى أن نلتقيكم في حلقة مقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته